احنا الطفل العادي لما بيتولد بيعرف ان اهله ان ابوه وامه مثلا مسلمين، فعشان كده هو بيطلع مسلمين. بعدين قال ان الجنه هيدخلها ناس مش مسلمين وان علاقات الحب مباحه في الشرع، تصريحات صدمت بعض الناس قالها الدكتور علي جمعه، فتحت عليه باب الانتقادات من وسع، والمصريين اتقسموا نصين ما بين مؤيدين لتصريحات الشيخ وفريق تاني هاجم التصريحات وقال ان ملهاش علاقه بالدين. لكن يا ترى ايه سر اللغط الكبير ده وايه حقيقه التصريحات دي وليه سببت كل القلق ده في مصر؟ كل ده واكتر هتعرفوا في الفيديو ده من 5 بالعربي. الدكتور علي جمعة هو مفتي الديار المصرية السابق وواحد من أكبر علماء الأزهر الشريف، لرواده ومحبيه زي برضه ما ليه ناس مش بيصدقوا فتواه. الدكتور متعود كل سنة وفي شهر رمضان المبارك إنه يعمل برنامج ديني يتذاع خلال أيام الشهر، لكن السنة دي البرنامج غير أي برنامج سابق ليه، برنامج نور الدين، واللي بيقدمه الدكتور علي جمعة بيخاطب فئة الأطفال والمراهقين وبيجاوب على الأسئلة اللي بتيجي في بالهم. لكن المفاجأة في اللي حصل بعد أول حلقة من البرنامج، فجأة مواقع التواصل الاجتماعي ما بقاش ليها سيرة غير برنامج علي جمعة، وظهرت موجة كبيرة من الانتقادات الشديدة للشيخ، وكان سر الانتقادات دي تصريحاته عن دخول غير المسلمين الجنة. طفلة سألت الدكتور خلال البرنامج عن سبب دخول المسلمين بس الجنة رغم ان في ديانات تانية غير الاسلام، علشان يجاوب الدكتور عليها ويقول لها ومين قالك ان المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة، دي معلومة مغلوطة عندك. الدكتور استشهد بقوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. وقال ان معنى الآية واضح تماما واللي اكد إن الدين عند الله الإسلام، واختتم كلامه بإن كله اسمه الإسلام عندنا. أما تاني موقف أثار جدل كبير كان تصريحاته عن إن الحب حلال، وده لما سألته طالبة عن وجود علاقة حب بين ولد وبنت، علشان يجاوب ويقول لها مادام مفيش تلامس ويوجد عفاف في العلاقة فعادي، وسألت طالبة تانية لو العلاقة ليس بها عفاف فهل يأسم عليها؟ الدكتور علي جمعة كانت إجابته نعم يأسم، حتى لو اتجوزوا من بداية العقد هيزول الاسم وقبل العقد هيفضل الاسم موجود. طالبة تانية سألت الشيخ هل ينفع أقابل شاب ويكلمني في الحب، هل كده حرام ولا حلال؟ فقطعها الشيخ علي جمعة هل في عفاف ولا مفيش، يعني خرجوا مع بعض ومسك إيديها وسب لها بعنيه يبقى كده مفيش عفاف؟ فردت الطالبة بس الأهل عارفين ومفيش تلامس يبقى كده الحب حرام. فرد الشيخ عليها وقال لها طالما مفيش عفاف حتى لو الأهل عارفين يبقى كده ممنوع وهتبقى قاسمها لو استمرت في العلاقة دي. التصريحين دول أثاروا جدل كبير جدا، وفي عدد من الناس وصفوا الدكتور علي جمعة بصفات سيئة وقالوا إنه بيغير في ثوابت الدين وإنه بيعمل دين على كيفه. وانتشرت كمان مقاطع فيديوهات مقصوصة من الحلقات بينت إجابات الشيخ ولكنها مش كاملة، وده بسبب موجة سخرية كبيرة. شاركونا رأيكم في التعليقات وقولوا لنا انتوا شايفين كلام علي جمعة صحيح ولا مثير للجدل.